الرحمن الرحيم. ميمون السيد عضو اللجنه الجهويه لحقوق الانسان بجهه وادي بوغويره. اذا اليوم هو لقاء لعقد الدوره العاديه الرابعه للجنه المشتركه بين اللجنتين الجهويتين لعيون السفاره وداخل اوسر. اذا تم عقد هذه الدوره المشتركه لاول مره كتجربه يعني او فريده من نوعها واول مره بحضور السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كذلك لاول مره. وقد تناولت هذه الدوره يعني عرض لمجمل انشطه اللجنتين برسم سنه 2012 و2013. وقد تم كذلك عرض لبرنامج المستقبلي لسته الاسدس الاول لسنه 2014. وكل هذا يعني في اطار يعني البرمجه للانشطه المستقبليه وعرض الانشطه السابقه للجنتين، وذلك من اجل ترسيخ ثقافه حقوق الانسان للجهتين ومن اجل اشعاعها والتعريف بها، من اجل ان شاء الله تكون ثقافه حقوق الانسان هي يعني مترسخه ومتجذره ان شاء الله في مجتمعنا. ونتمنى ان شاء الله الخير والنجاح